إذن تسببت مياه معاصر الزيتون المؤكسدة الموجهة إلى نهر العاصي تسببت بنفوق عشرات الآلاف من السمك، مما أدى إلى كارثة بالثروة الحيوانية في بلدة دركوش وتضرر أكثر من 100 عائلة من الصيادين. كنا متعايشين على السمك في نهر العاصي، يعني رب العالمين هي الرزقة، ثم على السمك في نهر العاصي. زلنا نصطاد سمك، نتفاجأ انه السمك كلياته نزلانة مي متلوسة عليه، ضايق السمك وصار مجزرة سمك، يعني مجزرة، يعني مجزرة بكل معنى الكلمة، مجزرة يعني السمك صار على وش المي الصغير، الأنواع رجعت، يعني كانت مقروضة ورجعت، راحت هلا كلياتها، ونهر العاصي راح يصير شوي تانية يعني النهر الميت. متمنى من القائمين على حماية هذا الموضوع انه يعطوه اهتمام ولا ينزعجوا شوي، لانه اللي شيء صار مجزرة وكارثة، يعني انه هذا النهر يعني مارر من عنا من هون، نحافظ عليه، على الثروة الحيوانية راحت يعني، وهي صار لها فترة طويلة يعني انه عم تتجمع، والسمك صار يرجع مثل يعني انواع مقروضه رجعت الحمد لله. بس هلا بعد المجزره اللي صارت هي السنه والسنه الماضيه، صارت على المجزره هي السنه الماضيه صار سم، وموضوع الدولوميت والكهرباء بتمنى منهم انه ينهوا، لانه العاصمة ما عاد يتحمل، يعني ما ضل في شيء حي، يعني ينزعجوا شوي القائمين على الموضوع هذا، يعني ينقذوا ما تبقى من نهر العاصي. هذا شو سببه يا معلم؟ ايش السبب؟ السبب ميت المعاصر، ميت معاصر نزل فيها أسيد وكلور مثل السم، سممته للسمك، السمك الأبيض كلياته مات. الظهر اجت المي متلوسة لونها سودا، مي نهر العاصي، وأدى إلى قتل الثروة الحيوانية في قلب نهر العاصي. السمك الأبيض في العاص قتلته على الخالص، يعني آلاف الأسماك ماتت. الصيادين، العالم اللي عم تستفيد، طالع له سمكتين ثلاثة بروح بيعهم بطعم أولاده، سببهم أنه انقطعت رزقتهم. لتفاصيل أكثر ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا من ريف إدلب منير الحاجي. مرحبا بك منير، ما أسباب هذا التلوث بداية؟ يعني مياه معصر الزيتون أو المؤكسدة أتت إلى هذا النهر، ما هي النتائج والأضرار؟ نعم، مساء الخير وسيم. يعني حقيقة هذا الموضوع أزعج الأهالي في منطقة دركوش تحديدا خلال 48 ساعة الماضية، وخاصة بعد أن يعني تم تصريف كميات كبيرة من مخلفات المعاصر أو المياه التي تخلفها المعاصر والممزوجة ببعض المواد الكلور أو المواد الكيميائية التي تستعمل لربما للتطهير أو التي تستخدمها المعاصر. وهذا الموضوع يعني أدى إلى تلوث مياه النهر في بقعة جغرافية صغيرة تمتد من أطراف منطقة عين الزرقاء حتى منطقة دركوش وصولا إلى منطقة سلقي، لكن المكان الأكثر ضررا هو المنطقة المتواجدة داخل مدينة دركوش، حيث كانت يعني نسبة التلوث كبيرة جدا، والمياه تكون يعني راكدة، يعني لا تسير بسرعة كبيرة جدا، وبالتالي أدت إلى تشكل طبقة من الزيت، وأيضا بالإضافة إلى المواد الكيميائية التي يعني أثرت على الثروة الحيوانية وقضت على أعداد كبيرة جدا من الأسماك، يعني عشرات الآلاف من الأسماك يعني نفقت بفعل هذه المواد التي تم إلقاؤها في نهر العاصي. طبعا هذا ما حدث خلال الـ 48 ساعة الماضية. طبعا السلطات أو الجهات المعنية قامت بالتدخل، يعني لكن بعد نفوق هذه الأعداد الكبيرة قامت بفتح يعني مياه سد القرقور بكميات كبيرة، تم ضخ كميات كبيرة من المياه، بغية يعني خلط المياه ويعني التخلص من هذه الظاهرة. طبعا هل كانت هناك نتائج لخلط المياه منير في سد بعد فتح سد القرقور؟ نعم، بالتأكيد تكون له نتائج إيجابية. طبعا هو تكون هنالك كميات كبيرة من المياه مخزنة، وبالتالي عند فتح هذه المياه تسير المياه بشكل سريع جدا، وخاصة في منطقة دركوش إلى منطقة سلقين، وبالتالي الكميات التي ألقتها المعاصر مخلفات المعاصر تمتزج أو تصبح في يعني تتحلل في مساحة أوسع، ليس فقط في منطقة دركوش، وبالتالي يعني تم تجاوز ربما هذه المرحلة
بشكل او باخر، لكن الان يطالبون الا يكون هنالك تجديد حقيقه لمثل هذه الظاهره، كون ان هذه الكميات من الاسماك تهدد الثروه الحيوانيه في المنطقه بشكل مباشر، وبالتالي تهدد العائلات الذين يعتاشون على صيد الاسماك. وهذا الموضوع يعني كان هنالك تعليق من قبل الجهات الحكومية وزير الزراعة الذي تحدث عن يعني رئيس مديرية الزراعة، قال بأن هذه المياه يعني سببها ومخلفات المعاصر، وأن يعني الجهات المعنية ستقوم بالتدخل المباشر لفتح مياه المتجمعة في الأماكن الأخرى، ويقصد سد القرقر، وبالتالي للتخلص من المشكلة بشكل مباشر. لكن الأهالي كما قلت يعني وسيم يتخوفون حقيقة من فقدان الثروة السمكية، لا سيما وأن مياه نهر العاصي تتعرض ما بين الحين والآخر لمثل هذه الحالات، وكانت هنالك حالات أقصى خلال العام الماضي، وكانت يعني من مخلفات معمل سلحب في مناطق النظام، مخلفات معمل الشواندر السكري، وهي كانت يعني مواد كيميائية بالدرجة الأولى، تم التخلص منها بالنهر، ووصلت يعني الأسماك النابقة إلى مدينة جسر الشغور، يعني كميات كبيرة جدا من الأسماك نفقت على امتداد سهل الغاب وإلى مناطق ريف حماة، وصولا إلى منطقة تل سلحب التي يتواجد فيها معمل السكر. وبالتالي هذه الظاهرة يطالب الأهالي بعدم تكرارها، وخاصة في البقعة الجغرافية الصغيرة. نعم. طب منير، كل عام يتكرر عصر الزيتون، في الأعوام السابقة كيف كان المشهد، وهل من المعقول توجيه فضلات المياه مياه العصر إلى نهر العاصي الذي يشرب منه الناس وتعيش فيه آلاف الأسماك؟ نعم بالضبط، يعني هنالك يعني حديث عن أن المياه التي تخرج من المعاصر لا تؤثر يعني بشكل مباشر على الأسماك، لكن المياه التي خرجت خلال 48 ساعة الماضية كانت ممزوجة بمادة الكلور ربما أو مواد أخرى تستعمل في التنظيف، وهذه المادة هي التي أثرت على الثروة السمكية. لكن عفوا يعني المناطق التي تتواجد بالقرب من المعاصر كلها يعني تلقي مخلفاتها في نهر العاصي، لكن لا تحدث هذه المشكلة أو الظاهرة. والمشكلة التي حدثت خلال 48 ساعة الماضية كان سببها وجود بعض المواد التي تستعمل بالتنظيف في المعاصر. نعم منير، من يتحمل المسؤولية بهذا الخصوص؟ يعني هناك إهمال، هناك استهتار بحياة الأسماك، هناك إهمال أيضا واستهتار بالموارد التي تأتي نتيجة صيد الأسماك على العائلات، عائلات الصيادين، من يتحمل المسؤولية؟ هل تم فتح تحقيق بهذا الشأن؟ نعم، يعني هو استهتار بالفعل، وهنالك ربما عدم إدراك لخطورة هذه المواد، كما تحدثت يعني قبل قليل وسيب بأن يعني خلال الفترة الماضية كان يتم عصر الزيتون ويتم التخلص من مياهها ولا تحدث هذه المشكلة. اليوم عند حدوث هذه المشكلة تبين بأن يعني هنالك مواد قد استعملت بالتنظيف ربما أو شيء من هذا القبيل، وبالتالي هذا الموضوع يعني ربما لن يتكرر في حال تم إدراك يعني صاحب المسؤولية الذي يعني بالطبع يجب أن يتحمل القسم الأكبر من المسؤولية يعني بسبب عدم درايته بخطورة هذه المواد، وبالتالي ربما يعني قد لا تتكرر هذه المسألة. لكن الأهالي يطالبون بعدم تكرارها وبتحمل الجهات المعنية بفتح تحقيقات وملاحقة الجهات الفاعلة وبغية يعني إيقاف مثل هذه الأمور وعدم تكرارها. أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا في ريف إدلب منير الحاجي على هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك.